لو انطيتك ورقة بيضة وقلت لك ارسمي بيها شيء واحد وهذا الشيء راح يتحقق، شنو راح ترسمين بهذه الورقة؟ كل شيء يتحقق بالدنيا، بس مستحيل إنسان توفي إنه يرجع. من هذا الشخص؟ بيبيت الله يرحمه. بيبيتك؟ علاقتك قوية بيها؟ كلش. شنو تتذكرين؟ شنو تعني لك؟ الله يرحمها. هواي أنا كنت مسافرة، يعني 4 سنوات ونص أنا ما شايفتها، فمن رجعت شفتها بس مرتين. كتبتي هالشي؟ لا، لو كانت بدها تسمعك ما اريد هاي الدموع. حسن كليس، لو كانت بدها تسمعك حاليا شنو راح تقولي لها؟ ما اعرف، ما اقول لها اي شيء، بس احبها هواي، كانت اكثر من امي. تفضلي. شكرا. اسفين على هذه الدموع، لكن هذه دموع صدق ودموع ذكريات. الناس دائما يشوفك فرحانه، بس ما تعرف اكو الم جوا قلبك. يعني بطبيعتي دائما اضحك، يعني زي اوكي يشوفني داعشي، بس ورا شويه يعني عادي. الله منطيني برود الحمد لله والشكر. هذا اكثر شيء جرح الوحيد اللي ما قدرت تداوي؟ ابد. كم جرح بحياتك يأذيك؟ اثنين جرح اللي بيتك الله يرحمها. ايه، من سافرنا وبابا هم سافر. بابا سافر تقريبا 8 سنوات ما شايفته لحد الان. مسافر صار 8 سنوات ما شايفته. هو على اساس كل احنا نطلع، هو طلع الالماني، احنا بقينا بتركيا على اساس انه قدمنا يو ان على اساس نسافر لاستراليا يعني، فما كل هذا ما صارت. هو ده اكيد يتابعك حاله. اي، هو من الداعمين الي. من اللي موجود بالكواليس ايضا يبكي. تحياتنا للاستاذ احمد والد هاجر، ان شاء الله تنجمعون. وذكرتيني باختي، اختي صارت 8 سنوات متغربه بس حاليا الوضع العراق. الله يجمع لم شمل كل العالم ان شاء الله. الله يجمع، يعني ما يخلي احد متفارق ان شاء الله. امين يا رب.